الأستاذة نورة بتشكر في زوجها جداً، لكن هو بيبقى دايماً مقلق إنها أو مش عايزها تروح تزور أبوها كل أسبوع، فبتقول والدي عنده جلطة وهي خايفة يحصل له حاجة وعايزة تساعد والدتها، وبتقول إنه إن هي بتبات كل أسبوع. فأنا قلت لها هو تقريباً مش عايزك تباتي، قالت أيوة. طيب اللي عليه فقه السادة الحنفية السادة الأحناف، وقلنا إحنا قبل كده إن الزوجة من حقها أنها تخرج لزيارة والديها كل أسبوع لكن من دون مبيت. فأنا شايفة أنك ممكن، يعني الإنسان دايما ما يبقى فيه خيارات ممكن تعمل مشاكل، أشوف فين نقطة المشكلة وأحاول أتفاداها. هو الراجل بيتضايق أنك تباتي، ممكن مش لازم أبات، أروح أساعد والدتي وأقعد أغلب اليوم، إن شاء الله أروح من بدري شوية بحيث أقوم بالحق ده وأقوم بالحق ده قدر طاقتي. هو لما يلاقيكي بتعملي كده كل فترة بقى أقول له طب ممكن تأذن لي النهاردة أبات، ما يبقاش كل أسبوع أنا ببات، ويبقى هو يعني إيه بيتضايق من الأمر. فأنا شايفة الموضوع في إيديكي يا أستاذة نورة، فسددي كده وقاربي واستعيني بالحكمة واستعيني بالحيلة واستعيني بالسياسة كده معاه، وربنا إن شاء الله يرزقك بر والديكي وطاعة زوجك في نفس الوقت يا صاحبة السؤال. الأستاذ أحمد، وادعي ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال كده، وإنك تعاني على القيام بحق الزوج والقيام بحق الوالدين الكريمين.